يستعد منتخب مصر لاستئناف مسيرته خلال مارس المقبل عندما يشارك في دورة الإمارات الدولية رفقة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا. الدورة تشهد أول ظهور للمنتخب بجهازه الفني الجديد تحت قيادة حسام حسن بعد أن تولى المهمة خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا عقب الخروج من ثمن نهائي كأس إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية. مواجهة منتخب بوركينا فاسو أقوى المنافسين في الأولى لتصفيات كأس العالم 2026 ستكون أول مهمة رسمية للمنتخب تحت قيادة الجهاز الجديد، وتقام في الأسبوع الأول من يونيو المقبل بالقاهرة، فيها لقاء غينيا بيساو خارج الديار. يحتل الفراعنة المركز الأول برصيد 6 نقاط من انتصارين على جيبوتي وسيراليون، ثم يأتي الثنائي بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط لكل منهما. ومع تضاعف فرصة البقاء على الصدارة وحجز أحد المقاعد الإفريقية التسعة المباشرة لمونديال 2026 تعقد الجماهير آمالها على الجهاز الفني الجديد لقيادة مصر لبلوغ الدور الثاني على أقل تقدير، وقبله المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. حسام حسن سيكون المدير الفني الوطني السابع للمنتخب منذ مطلع هذه الألفية بعد محمود الجوهري ومحسن صالح وشوقي غريب وحسام البدري وإيهاب جلال، بالإضافة لحسن شحاتة الذي حقق نجاحا كبيرا وتوج معه المنتخب بثلاث متتالية في كأس إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010، وتقدم للمركز التاسع في التصنيف العالمي.